الحمد لله بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا متابعي منصة أبو كبير ميديا في كل مكان، أهلا بحضراتكم ومساء الفل والورد والياسمين على مشاهدي أبو كبير ميديا أجمعين. زي ما حضراتكم شايفين هنا، يعني جينا على الصوت وحلاوة الصوت وحلاوة الوافل وريحة الوافل هنا عند أحمد بولا في مدينة نصر، يعني فنان الحقيقة زي ما حضراتكم سمعتوا صوته، وكمان عنده أغاني هيقدمها لنا تاني بعد شوية، ولكن طبعا بعد ما نعرف منه قصته وقصة الغنى معاه وقصة كمان مشروعه اللي هو الوافل، فنعرف من أحمد كل التفاصيل بالظبط مع حضراتكم في أبو كبير ميديا. أحمد عامل إيه؟ الحمد لله بخير. ايه الاخبار؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. احكي لنا بقى كده قبل الصوت، يعني قول لنا انت هنا بقالك قد ايه على العربيه دي بتعمل وقت؟ لا انا بقالي هنا على العربيه هنا في مدينه نصر بقالي بتاع سكه 9 شهور. 9 شهور؟ طيب انت قبل الوافل كنت بتشتغل ولا كنت بتعمل ايه؟ كنت شغال. انا مجالي اصلا سياحه وفنادق. مجالك سياحه وفنادق؟ ما شاء الله. ودي لك بالظبط سنه هنا. طب قول لي بقى الوافلايه اللي انت بتعملها دي كده اسمها ايه ولا بتاع؟ اسمها طرشمه. طرشمه؟ دي بكام دي؟ دي عامله 60. 60 جنيه؟ ما شاء الله، دي عليها كل حاجه بقى دي. ايوه يعتبر. حبيبي. طيب قول لي بقى يا احمد، خليني اخش معاك في حته الغنى شويه. ماشي. اكتشفت موضوعك في الغنى ده ازاي؟ او اكتشفت صوتك ازاي؟ والله يا جت كده لوحدها مع صحابي وانا بغني وسطيهم وبتاع. والله؟ بسم الله ما شاء الله. يعني ادي لك مثلا قد ايه بتغني؟ ادي لك لا بقالي شويه، بقالي بتاع مثلا سكه 6 7 سنين ولا 6 7 سنين. ما شاء الله. قلت لي طب كمان ان انت يعني بتغني في اماكن كتير او مظبوط؟ غنيت في اماكن كتير. يعني مثلا حفلات او افراح او كده؟ نزلت غنيت في افراح وكده. طيب كمان عرفت ان في ناس بتجيلك يعني بتيجي تاكل من عندك وافل كمان عشان يسمعوا صوتك، يعني هم عايزين يسمعوا صوت احمد، صح كده ولا؟ حقيقي. ما شاء الله. طب الناس بعد ما سمعت اول اغنيه منك يا احمد يعني بينادوا ان هم عايزين يسمعوا حاجه؟ انا ليك اللي انت عايز. شعبي برضك ولا؟ ماشي خش. انت بتحب مين من المطربين اكتر حد بتحبه؟ لا بحب ناس كتير يعني. الاكتر بحب يعني. مثلا اصالة، احمد سعد. طب ماشي خش في حاجه احمد سعد كده. يلا بينا. أنا عايز أعرف كل ده بيحصل لي ليه؟ كتر الوجع خلاني مش قادر أكمل، متقفلة ومتخبطة وآخرتها إيه؟ ده انا لو جبل واقف مكاني ما كانش يتحمل، مخنوق سوء الاختيار بخصلة فيا، وحاولت اغير دنيتي وحالي شوية، بتعب على نفسي عشان ما تعبش اكتر ما انا تعبان. الله عليك يا احمد، الله عليك، ما شاء الله عليك، يعني صوتك الحقيقه روعه حبيبي وبيتكلم عن نفسه. طب قول لي يا احمد، ليه ما كملتش يعني او مش مهتم قوي بموضوع الغنى؟ انا شايف ان انت يعني مركز في شغلك اكتر شويه من الغنى. اكيد طبعا. صح؟ ما انا اقعد مش هعمل اي حاجه. طب ليه اقعد بقى اتنطط هنا؟ يعني توصل موهبتك اكتر واكتر بما انك ما شاء الله يعني بتمتلك صوت مميز. والله تعبت فتره في الحوار ده ورحت واجتهدت، بس ما فيش نصيب، فيش حد بيبص على حد، كلها بقى اللي طالعه اللي هتلاقيه بقى اللي طالع بيغني شعبي وهو اصلا مش عارف ولا اي مقامات ولا اي حاجه، هو بيغني وخلاص. يعني انت استاذنك اخويا، انت حافظ المقامات كلها براحتك والعرب والحاجات دي؟ طبعا. بغني وخلاص؟ لا انا دارس. يعني عارف شويه عشان انا برضك ما درستش برضك اهو، بس بسمع. بس دارس وعارف. بسمع بسمع. مش بتغني عشوائي؟ لا بسمع، يعني انا السمع برضك بيوصل، ما هو طول ما انا بسمع فالسمع اللي انا بسمعه ده دي بيتوصل لي حاجه. فاهم قصدي؟ طب قول لي بقى يا احمد انت مكانك فين بالظبط؟ مكاني انا دلوقتي عند الحديقه الدوليه.
في مدينة نصر. بقف من الساعة 5 لحد مثلا 2 3. طب أرخص وافل عندك بكام؟ ب 35 الوافل النوتيلا. نوتيلا ب 35. الحمد لله يعني. وبنعمل عجنة يعني العجينة برضو بتستاهل عالي برضو مش حاجة. طب قول لي يا أحمد بقى أخيرا قبل ما نختم كده، أنت نفسك في إيه أو بتتمنى إيه؟ والله نفسنا ربنا يرضى عننا بعيد عن حاجة. بس يعني ما إيه الأمنية اللي أنت دايما بتحلم بيها أو نفسك ان انا بعيد عن اي حاجه اكبر طبعا مشروعي، وباذن الله كل حاجه تانية هتيجي بعيد. والباقي سهل. كل حاجه سهل باذن الله. حبيبي والناس كلها فرحانه بيك والناس كلها بتشجعك. حبيبي ربنا يبارك. اخيرا بقى الناس عايزه تختم معاك بحاجه. ماشي. حاجه كده بس شعبي بقى، الرضا البحراوي. ماشي. يعني الناس بتطالب حاجه الرضا البحراوي. ماشي. او احمد عامر اللي انت عايزه. ابتديت ابني يا صافي وقلبي طيب تمعه فيا، عملت خير لناس كتير، للأسف قلبوا عليا. كان كل حلمي أعيش طمعان في لقمة عيش مع ناس ما رحمتنيش، ظلموني ولعبوا بيا، عمري ما فكرت اخون، كل هم اخلص واصون، عندي قوه الف راجل بس الطيب ما افتريش، ضحكوا على قلبي النضيف، عملوا مني انسان مخيف، ضيعوا حلمي البريء، قتلوا طيبتي عشان أعيش. الله عليك. حبيبي. الله عليك يا أحمد وبشكرك، وكنت منورنا وتشرفنا في أبو كريم. حبيبي حبيبي يا عم الدنيا. حبيبي حبيبي. حاجة أخيرة؟ والله نفسي إن شاء الله اللي يعجبه صوتنا واللي يعجبه شغلنا بعيد عن أي حاجة يعمل لايك طبعا، ويتابع الصفحة دي، الصفحة دي عالية جدا وناس محترمة جدا، وأنا مبسوط معاكم والله. حبيبي حبيبي. متابعينا مشاهدينا متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا احمد بولا يعني الحقيقه اطربنا النهارده بصوته الرائع. الحقيقه هو شاب مجتهد ويستاهل كل الدعم مننا، ربنا يوفقه يا رب. هو شاب موهوب وكمان بيجتهد وبيعمل اللي عليه الحقيقه هنا في مدينه نصر عند الحديقه الدوليه. مشاهدينا متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، كان معكم محمد شلتوت، وشكرا لحضراتكم جدا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.